الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال الناظم رحمه الله: قال الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. قالوا: فأفعال العباد. فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد. نعم، أفعال العباد هل الله خلقها أم هم الذين خلقوها؟ وهل تنسب إلى الله أو تنسب إلى العباد؟ سأعطيكم فيها قاعدة، ولكن لن أذكر القاعدة الآن إلا بعد أن أضرب لكم أمثلة. انتبهوا، الآن نحن صلينا العصر أوليس كذلك؟ من الذي صلى حقيقة؟ لا حول ولا قوة. نحن كلنا صلينا، كلنا صلينا. العبد هو الذي صلى حقيقة، العبد هو الذي زكى حقيقة، لكن من خلق صلاته؟ الله. طيب العبد إذا كفر، من الذي كفر حقيقة؟ من الذي خلق الكفر وأوجده في الأرض؟ الله. انتبهوا لهذا، أنا جبت طاعة ومعصية حتى لا يتعاظم عقله شيئا من ذلك. من الذي بر بوالديه؟ من الذي خلق بره؟ من الذي زنى؟ من الذي خلق هذا الأمر في أرضه؟ الله. الله خلاص. الله الله. فإذا العبد هو الذي يقترف أفعاله حقيقة، وهو الذي يفعلها حقيقة، وهو الذي يقوم بها حقيقة، ولكن الله هو الذي قدرها عليه. فإذا فعل العبد ينسب إلى الله تقديرا، وينسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. ما فهمتموها؟ هذه القاعدة احفظوها، سأعيدها 5 مرات، لأنه قد ضل فيها الجبرية والقدرية. اسمعوها 5 مرات من باب إبراء الذمة. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا واقترافا. أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد ما؟ تحصيلا واقترافا واكتسابا. هل لابد أن أكمل 5؟ أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واقترافا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واقترافا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واقترافا واكتسابا. فإذا العبد هو الذي صلى تحصيلا واقترافا واكتسابا، والله هو الذي خلق الصلاة وقدرها. العبد هو الذي زنى تحصيلا واقترافا واكتسابا، والله هو الذي خلق هذا وهو الذي قدره. وهذا المذهب هو الذي تؤيده الأدلة، وقد جانبنا به مذهبين ضالين. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين ينسبون أفعالهم تقديرا وتحصيلا إلى الله. الجبرية ينسبون أفعالهم تقديرا وتحصيلا إلى الله، فأصابوا في ماذا وأخطأوا في ماذا؟ بسرعة. أصابوا في قولهم أفعال الله أفعالنا منسوبة إلى الله تقديرا، لكنهم أخطأوا في قولهم وتحصيلا. احفظوا الحق، لأن الحق مع هؤلاء والحق مع هؤلاء مدموجا هو مذهب أهل السنة. وأما الطائفة الثانية فهم طائفة المعتزلة القدرية، قالوا إن أفعال العباد العباد هم الذين يحصلونها ويقترفونها ويقدرونها، والله لم يفعل شيئا ولم يقدر شيئا. أنتم معي بهذا ولا؟ معك يا شيخ. أصابوا في ماذا وأخطأوا في ماذا؟ أصابوا في مسألة تحصيل العبد واقترافه واكتسابه لفعله، ولكن أخطأوا في إخراجها عن دائرة تقدير الله عز وجل. ما الحق الذي مع الجبرية؟ قولهم الله قدر أفعالنا.
ما الحق الذي مع القدرية؟ أن العبد هو الذي يحصل. اجمع الحقين، أن الله يقدر والعبد يحصل. وهذه هي وسطية أهل السنة والجماعة. ولذلك الله عز وجل يقول وما تشاءون، فنسب المشيئة لنا أي نسبة تحصيل واكتساب، نسبة خلق وإيجاد، أي نسبة تحصيل وما تشاءون، أي نسبة أي مشيئة تحصيل واقتراف، إلا أن يشاء الله أي نسبة تقدير وخلق وإيجاد. بما اقترفت بما كسبت أيديكم إيش؟ أي بما كسبت أيديكم تحصيلا واكتسابا واقترافا. بما كانوا يقترفون أي بما كانوا يحصلونه تحصيل. فإن قلت فبما أن الله هو الذي قدرها فلماذا يعاقبني عليها؟ هذه مشكلة عظيمة تسمى المشكلة القدرية، تسمى المشكلة القدرية. نقول لا مشكلة، وجوابها من أوجه كثيرة، أردكم إلى كتابي القواعد المذاعة، لكن أعطيكم فيها جوابا بسيطا يبين لك، يبين لك أنها شبهة إبليسية. انظر يا أخي، الله قدر عليك المعصية فوقعت فيها اختيارا فعاقبك الله، فاستنكرت نفسك كيف يعاقبك وقد قدر. اترك المعصية وافعل الطاعة، أنت صليت وأثابك الله، لما لا تستنكر نفسك ثواب الله مع أنه هو الذي قدر عليك الصلاة؟ لما استنكرت نفسك عقوبته على المعصية بسبب أنه قدرها؟ ولما لا تستنكر نفسك ثوابه على الطاعة التي قدرها؟ لو أنك جئت يوم القيامة ولم تجد ثوابا على صلاتك، ولم تجد ثوابا لزكاتك، ولم تجد ثوابا لحجك وعمرتك وبرك بوالديك ودعوتك وجهادك وطلبك للعلم، هل ستستنكر نفسك هذا؟ تقول يا رب أنا فعلت الطاعات، لماذا لا؟ أين ثوابي عليها؟ أين ثواب؟ سوف تسأل الله عز وجل، أنا فعلت الطاعة، وأنت وعدت أن من فعل الطاعة فستثيبه، فلا تستنكر نفسك ثواب الله على الطاعات، لكن تفعل المعصية وتقول يا ربي أنت قدرتها فلماذا تعاقبني؟ لما لا تكون تلك الحجة في الطاعة والمعصية؟ لما كانت في المعصية فقط؟ هذا دليل على أنها إيش؟ شيطانية وشهوانية هذه الحجة، تريد فقط أن تسوغ لنفسك أن تقع في الذنوب والمعاصي. وإلا لو قال لك إنسان افعل لي لو قال الله عز وجل صل لي ولا ثواب لك لأنني أنا من قدر لك الصلاة لاستنكرت نفسك، ولكن لو قال لك لا تفعل الزنا وإن فعلت فسأعاقبك تستنكر نفسك؟ هذه واحدة. قولوا لمن يحتج بمثل هذا الحجة هذا الكلام حتى يتبصر داء باطنيا أن الذي يحمله على هذا المعارضة إنما هو الشيطان وشهوة النفس. الشيء الثاني وهو شيء عقلي وحسي، وهي أنك تقول لهذا الرجل إنك أنكرت أن الله عز وجل يعاقبك على معصية أنت اقترفتها وقد قدرها عليك، أوليس الذي قدرها عليك نهى عنها؟ أجب واجبه. أوليس الذي قدرها عليك نهى عنها؟ أوليس الذي قدرها عليك أخبرك بالعقوبة الغليظة إذا أقدمت عليها؟ جواب بلى. فعندك قدره وعندك أمره ونهيه، فأنت إذا فعلت وأنكرت العقوبة تكون قد عرضت ماذا بماذا؟ قد عرضت القدر والأمر. وإن من عارض أمر الله بقدر الله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه سينقض زمام توحيده. ولذلك يقولون إن أهل السنة يقولون لا يجوز تعطيل أمر الله بحجة قضاء الله. لما؟ لأنك قبل أن تفعل هذه المعصية وتقدم عليها بحجة أن الله قدرها عليك، هل تحس أن أحدا يزجرك إليها يدفعك إليها؟ الجواب لا. هل تحس أن أحد أمسكك من رقبتك إزني اسرق اشرب الخمر، هل في أحد غصبك عليها؟ فلماذا تقدم عليها بحجة أن الله قدرها عليك؟ أنت أقدمت عليها بكامل اختيارك وكامل تخطيطك وكامل تدبيرك. فإذا ثم بعد اقترافك تقول الله قدرها، نقول لما لا تنقطع قبل فعلها
وتحتج بأن الله ما قدرها. لما تقع وتقول قدر؟ لما لا تقلب الدفة ولا تقع ثم تقول الله ما قدر؟ لماذا نحتج دائما أيها الإخوان على قدر الله عز وجل بالوقوع؟ لماذا لا نحتج بالقدر قبل الوقوع؟ أمامك الزنا طرقه متيسرة، فأحجم وارجع وقل الله ما قدر أن أزني. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ تستطيع، ولكن لا تريد، لأن الذي يحملك على الوقوع هو. فإذا الله يعاقبك لا لأنه قدر، يعاقبك لأنك أقدمت عليها بكامل اختيارك، فهو يعاقبك على الاختيار لا على التقدير والاضطرار. نقطة ثالثة انتبهوا لها، كم بقى على المغرب؟ لا يروح علينا خمس دقائق. النقطة الثالثة اسمعوا، إنما لا نجد الناس يحتجون بالقدر إلا في الأمور، إلا في المعاصي، لكن لا نجد واحدا يحتج بالقدر على فعل الطاعات. يعني في ليلة من الليالي قم وقل الله قدر علي هذه الليلة أنا أقوم الليل، ما في أحد يفعل، لكن يقوم ويشرب الخمر الله قدر عليه. طب لماذا لا تقلب الدفة من المعصية إلى الاحتجاج بالقدر في الطاعة؟ لا تجد واحدا من في الدنيا يحتج بالقدر على فعل الطاعات، ما في أحد يوم من الأيام ذهب ويتصدق ويقول الله قدر لي أن أتصدق، ما في أحد يوم من الأيام اشترى مثلا لفقيري شيئا أو أخرج زكاته أو جلس يذكر الله في مجلس ذكر ويقول الله قدر علي فعل الطاعة الآن. ما في أحد يحتج بالقدر على فعل الطاعات يا رجل. هل سمعتم أحدا يحتج يوم من الأيام؟ لكن شرب الخمر الله قدر، زنى الله قدر، سرق الله قدر. طيب يا أخي على الأقل هنا إن كنت صادقا، هذا دليل على أن الذي يؤزهم على الاحتجاج بالقدر في جانب المعاصي إنما هو الشيطان. فهذا دليل على أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، ولذلك الاحتجاج بالقدر حجة تبطل الشرائع، إذ أن الشيطان الذي لم يسجد سيقول أنت لم تقدر علي السجود، بل إن الاحتجاج بالقدر باطل حتى عند الشيطان، لأن الشيطان قال أنا عصيتك لكن ألهمني حتى أضلهم، ولم يقل يا ربي لم تعاقبني وتطردني من الجنة على معصية أنت قدرتها علي. فإذا يصدق قول أهل السنة إن الاحتجاج بالقدر حجة إبليسية التخطيط آدمية التنفيذ، صح ولا لا؟ لكن ما نفذها الكلب، هذا مثل مروج المخدرات اللي ما يأكل أبدا، هذا مثل مروج المخدرات اللي ما يتعاطى لعلمه بفسادها لكنه يوزعها ويرى الناس يأكلون ولا يهتم به. فإبليس هو الذي خطط وهو الذي دبر وهو الذي نظر، ولكن الذي نفذ من الآدمي. هو الآدمي. ولله در عمر لما رفع له سارق قال لم سرقت؟ قال بقدر الله. قال اقطعوا يده بقدر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.